الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي تفضل علينا بالصيام والقيام وأمدنا بالصحة والإيمان. سبحانه من إله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله الذي تنزه عن العيوب، سبحان مفرج الكروب، سبحان مسبب الأسباب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. رب الأرباب وملك الملوك. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا منجا ولا ملتجا ولا لجا لنا منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعوة مستجابة وقلوبا خاشعة وألسنا ذاكرة وأعينا دامعة. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم المهمومين، وتنفس كرب المكروبين، وتقضي دين المدينين يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. برحمتك يا أرحم الراحمين. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السفيه.
وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحك قول قائل نسألك ونحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل يا حي يا قيوم أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا ومن له حق علينا ومن لنا حق عليه ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك يا ذا الجلال والإكرام يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير أعمارنا أواخرها اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ربنا ومتعنا إلهنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخز ولا فاضح اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا ممن يا حي يا قيوم بفضلك وقدرتك ومنك وكرمك اجعلنا ممن ينال ويقوم ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يدرك بفضلك ليلة القدر فيهنى وينال ما فيها من الثواب والأجر يا ربنا ويا خالقنا ويا سيدنا يا مولانا ها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لجميع موتانا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا